مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير وجبه كثير سهله وسريعه ومختلفه لرمضان. عنا اول شيء كيلو صدر دجاج، خبز الطاست او اي خبز متوفر عنا، كمان بصل قطعتهم شرائح بهيدا الشكل، وبقدونس. لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء بدنا نعمل طاست هذا الخبز، كمان بحط فوقهم البقدونس، رشة صغيرة سبع بهارات، ربع ملعقة صغيرة، كمان رشة ملح صغيرة، الملح على الذوق مثل ما بقلكن على طول. هلا بنعينهم. بس نعمتهم بهذا الشكل رح احط كمان حوالي 3 معالق طعام زيت نباتي، كمان نرجع منخلط. انتهينا من التخليط، بنحطهم بالصحن. هذه الوصفة كتير جديدة وغريبة، تطلع رائعة لرمضان. منحطهم على جنب لنكفي الطريقة مع بعض. هلأ بدي أقطع أنا وياكم صدر الدجاج. بدنا نقطع صدر الدجاج بهيدا الشكل، نعمله يجي شرائح. بهيدي الطريقة شرائح، كمان نفس الشيء. هلا بكفي الباقيين بهيدا الشكل وبنرجع بنكفي مع بعض. بعد ما قصينا صدر الدجاج بهيدا الشكل هلا بدنا نكفي مع بعض. قبل بدي احط البصل بالصينية، هيدا الشكل بوزعهم. هلا منلف الدجاج بهيدا الحشو اللي عملناها، منلف الدجاج. بسم الله. كمان حطونا على البصل. بهيدا الشكل. نفس الشيء. بتبصم شوي افضل. بيلزقوا على صدر الدجاج.
بهيدا الشكل. بحاول اكبسهم ليطلعوا نفس الحجم تقريبا. كمان وبلفة. هيدي كبيرة، شو بعمل؟ بقصها قسمين لتصير تقريبا نفس هوليك. شايفين كيف؟ هلا تقريبا صاروا نفس الحجم. بكفي الباقيين، بنرجع بنكفي مع بعض. بعد ما لفيتهم بهيدا الشكل كمان بقي عندي هولي. هولي طلعوا عندي زيادة. لما كنت عم لف صدر دجاج واحشيهم لفهم تطلع شوي زايدة القطع عشان اعملهم على سوا بعض، صرت قص منها شوي وحطهم على جنب. هلا هيدولي رح اطبخهم انا وياكم بطريقة مختلفة. لنكفي طريقة الطبق الاساسي، رح حط فوق الدجاج عود قرفة. بدنا نحط المطيبات، 2 حب هيل، 2 ورقة غار، رشة صغيرة 7 بهارات، حوالي ربع ملعقة صغيرة كمان عشان حطت بقلبهم 7 بهارات، ورشة فلفل أسود. حوالي ملعقة صغيرة فلفل أسود، كمان حوالي نص ملعقة صغيرة أو ملعقة صغيرة ملح. هلا بدنا نغطيهم بالسنيطة. بعد ما غطيتهم بحطهم بالفرن على درجة حرارة 250 من الأعلى والأسفل. هلا بدي اعمل انا وياكم هول اللي بقيوا عندي. حط بالمقلاي زيت نباتي، حطت حوالي 3 معالق طعام. كمان بدي اقطعهم شوي خفيف، يعني مثل هيدي كبيرة بقصها شوي. هلا بحطهم بالمقلاي. كمان بدي احط فوقهم بندورة مقطعة. هلا البندورة كلها رح تدوب، ما رح تبقى شقف كبيرة. بنحطهم فوق الدجاج. كمان عندي قرن حار، بشيل البزر بهيدي الطريقة. حط ربع ملعقة صغيرة 7 بهارات، يعني بهار مشكل. كمان ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، رشة ملح صغيرة. هلا منحطهم على الغاز، منحركهم شوي. كمان بغطيهم. هذه الوجبة بعد ما طلعت من الفرن أخذت بالفرن حوالي 40 دقيقة. هلا بدنا نشوف كيف صارت انا وياكم. بسم الله، واو ما شاء الله، هيدا الشكل. كمان هول اللي عملتهم انا وياكم
رشيت بس استوى، رشيت بقدونس على الوجه وعملت بطاطا مقلية. بتمنى طريقة الدجاج تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.